المونديال مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج المونديال، وحياكم أنا عبد العزيز سلوم من الإعداد والتقديم لهذه الحلقة. مواجهة منتخبنا الوطني أمام المنتخب المصري انطلقت 9 دقائق مضت من المباراة ونتيجة 0-0 حتى الآن. يمثل منتخبنا الوطني في هذه المباراة ياسر مسيلي، مسامة هوساوي، محمد البريك، سلمان الفرج، هتان باهبري، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، حسين مقهوي، سالم دوس، فهد مولد، ومعتز هوساوي. تغييرات عن مباراة الأوروغواي، هناك تغييرين، معتز هوساوي بدل علي البليهي، وأيضا تغيير محمد عويس ودخول ياسر مسيلين في تشكيلة مواجهة اليوم. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المواجهة مع المنتخب المصري الذي يمثله بشكل سريع عصام الحضري في حراسة المرمى، أحمد حجازي، علي جبر، عبد الشافي، أحمد فتحي، إني طارق حامد، ريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، ومروان محسن في الهجوم. إذن دعواتنا بالتوفيق لمنتخبنا في هذه المواجهة. المواجهة الأخرى تجمع الأوروغواي وروسيا، 0-0 أيضا لهذه المواجهة التي انطلقت بنفس التوقيت. أيضا هناك مواجهتين عند 9 مساء بين منتخبي إيران والبرتغال وإسبانيا والمغرب. المواجهتان تطرقان في نفس التوقيت عند 9 مساء. منتخبنا وتاريخ المواجهات أيضا بيننا وبين المنتخب المصري الموثقة رسميا وبحسب موقع المنتخب السعودي الرسمي على الانترنت، عدد المباريات 6 مباريات، فاز منتخبنا في مواجهة واحدة وتعادل في مواجهة واحدة، وفازت مصر في 4 مواجهات، سجل منتخبنا 7 أهداف مقابل 19 هدف للمنتخب المصري. ربما المواجهة القارية الوحيدة اللي جمعت منتخبنا بالمنتخب المصري كانت المواجهة الشهيرة عام 99 في بطولة القارات، وانتهت بفوز منتخبنا ب5 أهداف مقابل هدف. في هذه الأثناء المنتخب الأوروغواي يسجل الهدف الأول عن طريق لويس سواريز من كرة ثابتة جميلة سجلها لويس سواريز في مرمى روسيا، وما زالت نتيجة منتخبنا 0-0 حتى الدقيقة 11 من زمن المباراة. بالتوفيق لمنتخبنا في هذه المباراة إن شاء الله. سنذكر لكم العديد من المعلومات والحقائق حول جميع المباريات، مباريات ما بين مباريات الأمس اللي أتت بعد البرنامج وما بين مباريات اليوم الأربعاء. أيضا اليوم راح يكون معنا حكم دولي وخبير في قانون كرة القدم سيتحدث عن الموضوع اللي داير، اللي ما حد يعني إلى أمس أنا قاعد أشوف الناس في تويتر ما هو فاهمين الموضوع حتى الحين، هو موضوع أنه إذا فرح الفريق بعد الهدف لازم يبقى لاعب في الملعب علشان ما يروح فريق الخصم ويسجل يسنتر ويسجل هدف بحكم أنه المرمى الملعب بيكون فاضي ملعب الخصم. هذا الكلام راح يكون معنا قانوني وخبير تحكيمي اليوم في حلقتنا لهذا المساء، وراح يشرح هل النقطة هذه بالتفصيل. مستمعينا بنروح الفاصل غنائي مع عبد الله الرويشد وأغنية صقورنا، وبعدها بنرجع لكم إن شاء الله. المونديال مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج المونديال. نذكركم بالنتائج، 17 دقيقة مشت من مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب المصري والنتيجة 0-0 حتى الآن. بالنسبة لمواجهة روسيا والأوروغواي، 1-0 لأوروغواي على المنتخب الروسي. أيضا هناك مواجهتين راح تكون بين إيران والبرتغال،
وإسبانيا والمغرب عند الساعة 9 مساء، وهذه مواجهتين مهمة وقوية بين المنتخبات الأربعة. عفوا، هذا أول لقاء بين منتخبنا الوطني ومنتخب مصر في بطولة دولية منذ كأس القارات عام 1999، وفاز فيها منتخبنا 5-1. منتخبنا الوطني التقى منتخب أفريقي في جميع المونديالات الأربعة الماضية اللي شارك فيها، لكنه ما واجه المنتخب نفسه مرتين، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة. طبعا فاز على المغرب 94 وتعادل مع جنوب أفريقيا في 98 و2006 مع تونس، وخسر في 2002 من الكاميرون. هذا أول لقاء لمنتخب مصر مع منتخب آسيا، وفي كأس العالم الثالث قارة يواجهها بعد أوروبا وأمريكا الجنوبية. جميع الأهداف الثمانية اللي تلقاها منتخب مصر في كأس العالم سجلت خلال الأشواط الثانية. لم يفز منتخب مصر في 6 مباريات لعبها في كأس العالم حتى الآن، تعادل في مباراتين وخسر 4. هو المنتخب الوحيد اللي خاض مباريات أكثر دون فوز في المنافسة، هو الهندوراس 9 مباريات. إذن هذه الحقائق عن مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب مصر. بالنسبة لمنتخب روسيا والأوروغواي، فاز منتخب روسيا في 6 مرات في 8 مباريات لعبها مع الأوروغواي، تعادل مرة وخسر مرة متضمنة مباريات طبعا الاتحاد الأسوفياتي، لكنه فاز كل منتخب مرة واحدة في لقاءاتهما في نهائيات كأس العالم. فوز الأوروغواي السابق والوحيد على روسيا جاء في مونديال 1970 بفضل هدف فيكتور إسباراغو في الدقيقة 117. خسر منتخب روسيا في كل من آخر 4 مباريات لعبها مع منتخبات من أمريكا الجنوبية في كأس العالم. فاز منتخب الأوروغواي في آخر مباراتين لعبهما منتخبات أوروبية في كأس العالم وهي إنجلترا وإيطاليا، بعد فشل في الفوز في 15 لقاء سابق أمام هذه المنتخبات، تعادل 6 وخسر في 9. سجل منتخب روسيا أهدافا في هذا المونديال 8 أكثر من التي سجلها في مونديالي الماضيين مجتمعين، 6 في 2002 و2014. مستمعينا بنروح الفاصل، ويسعدنا استقبال اتصالاتكم اللي حاب شاركنا على 011-268-4488. بنروح الفاصل قصير وبعد الفاصل راجعين إن شاء الله، خليكم معنا. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج المونديال، راجعين مع هدف للمنتخب المصري في الدقيقة 23 من زمن المباراة، سجله محمد صلاح مع يعني شبه انفراده في المرمى، وتقدم ياسر مسليم وسواها لب من فوقه الكابتن محمد صلاح. إذن الدقيقة 23 تشهد أول أهداف المنتخب المصري في مرمى منتخبنا الوطني. خلونا نرحب بالحكم الدولي والخبير التحكيمي الأستاذ مرعي العواجي للحديث عن هذه أو للحديث عن النقطة القانونية اللي تكلمنا عنها في بداية البرنامج. أهلا بك أستاذ مرعي معنا. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك أستاذ مرعي. يعني زي ما قلت لك، كثر الحديث عن نقطة فرحة اللاعبين وخروجهم بالكامل خارج الملعب أو بقاء اللاعب، وهذا ما يمنع أنه الخصم من استئناف اللعب، وبالتالي الملعب فاضي فراح يكون بإمكانه أنه يسجل هدف. أولا أمسي عليك وعلى مستمعي الكرام وكل عام وانتم بخير. بالنسبة للحالة هذه صار عليها جدل كثير وضجة حتى إعلامية ومن كثير من الجمهور والمهتمين في كرة القدم. طبعا في قانون ابتداء واستئناف اللعب يجب يبدأ أن كل شوط من المباراة وكذلك كل شوط من الوقت الإضافي بركلة البداية، بالإضافة إلى استئناف اللعب بعد إحراز الهدف، تعد الركلات الحرة المباشرة والغير مباشرة وركلات الجزاء ورميات تماس وركلات المرمى وركلات ركنية استئناف أخرى للعب.
طبعا في ركلات البداية لها شروط، أهم الشروط يعني يقوم كل الفريقين معي عبد العزيز يقوم كل الفريقين باستبداء الجانبين والهجوم باتجاه المرمى الآخر خلال الشوط الثاني. طبعا من الشروط أيضا بعد إحراز الفريقين لهدف يقوم المنافس بتنفيذ ركلة البداية. في كل ركلة بداية يجب أن يتواجد كافة اللاعبين ما عدا اللاعب الذي سوف ينفذ ركلة البداية في النصف الخاص بفريقه، يعني زي ما نشاهد دائما يكون في فريقهم في ميدان لعب الفريق اللي هو بينفذ ركلة البداية. الشرط الآخر والثاني يجب أن يبتعد جميع لاعبي الفريق المنافس عن الكرة مسافة لا تقل عن 9.25 متر اللي هي 10 ياردة المعروفة أثناء تنفيذ الفريق الآخر لركلة البداية. هذه من الشروط اللي في ابتداء واستئناف اللعب، وشرط أن يكون هناك إشارة أو صافرة من قبل حكم المباراة. عندنا المادة الثانية وهي اللاعبون، ويجب على اللاعبون أن يكون لا يقل عددهم عن 7 لاعبون، ولكن في الأول وفي الأخير لن يكون أي حكم مبتدئ، حتى المبتدئ لن يعمل بهذه اللعبة أو أنه يبدأ باستئناف اللعب واللاعبين يحتفلون خارج ميدان اللعب. هذا توضيح بسيط يعني. نعم، يعني بعد تسجيل الهدف، يعني خلينا نعطي مثال على مباراة مثلا منتخبنا الآن ومنتخب مصر. سجل المنتخب المصري هدف، ذهب اللاعبون كلهم للاحتفال، لو جاء مثلا فهد المولد وسالم الدوسري يبغون يستأنفون اللعب ويهاجمون المنتخب المصري، ما راح يكون هذا الشيء صحيح. لازم يكون في 7 لاعبين من المنتخب المصري في أرض الملعب، 7 لاعبين، وأيضا لا ننسى أن يكون جميع الفريق الآخر في المنتصف ملعبهم، وأيضا يكون جميع اللاعبين يبعدون عن اللاعبين الآخرين أو عن الكرة عفوا 9.25 متر اللي هي مسافة الدائرة. الدائرة أيوة بالضبط، اللي هو المسافة القانونية لحائط الصد. جميل، شكرا لك أستاذ مرعي العواجي الحكم الدولي الخبير التحكيم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن جاء توضيح من الأستاذ مرعي العواجي حول نقطة أنه يعني بالعامية نشرحها لأن انتشرت في تويتر كثير، وكانت حادثة البرتغال خير مثال في مباراة البرتغال عندما فرح اللاعبون وطالب ومتينه أعتقد أحد زملائه أنه يبقى داخل الملعب عشان ما يستأنف اللعب من الخصم. لا، هذا غير صحيح تماما. ربما يعني كانت حذر من متينه أو حذر من اللاعبي البرتغال، لكن الصحيح أنه لا يجوز استئناف اللعب في القانون، في قانون كرة القدم لا يجوز استئناف اللعب بعد تسجيل الهدف إلا بوجود 7 لاعبين في من الخصم في ملعبهم. لازم يكون في 7 لاعبين على الأقل في ملعب الخصم عشان تقدر تستأنف اللعب، وأي حكم مثل ما قال الأستاذ مرعي أي حكم حتى لو كان مبتدئ أول مرة يحكم ما راح يترك مجال لاستئناف اللعب بدون ما يرجعون اللاعبين أصلا كلهم إلى أرض ملعبهم، وحتى اللعب أصلا ما راح يستأنف إلا بصافرة الحكم، وبالتالي راح يكون باتباع القانون. إذن 28 دقيقة مضت من مواجهة منتخبنا الوطني مع المنتخب المصري، النتيجة 1-0 لمنتخب مصر، سجله محمد صلاح. منتخب الأوروغواي سجل هدفه الثاني قبل 5 دقائق تقريبا، لاكسلت سجل الهدف الثاني في الدقيقة 23، وكان سبق سواريز بتسجيل الهدف الأول في المباراة. إذن 2-0 للأوروغواي على روسيا و 1-0 لمصر على منتخبنا الوطني. كنا نتحدث عن الحقائق والمعلومات عن المنتخبات. خلينا نتكلم عن مواجهة الأمس اللي انتهت بفوز المنتخب الكولومبي 3-0 على المنتخب البولندي. بولندا هو أول منتخب أوروبي يخرج من مونديال 2018، وفاز منتخب كولومبيا 3 مرات في آخر 5 مباريات لعبها منتخبات أوروبية في كأس العالم، تعادل مرة وخسر مرة خلال آخر مونديالين لكأس العالم 2014 و 2018.
لم يسجل أي لاعب أهدافا أو صنع أهدافا أكثر من خمس. رودريغيز سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف للمنتخب الكولومبي، بالمناسبة أمس وصنع هدفين من أجمل الأهداف أيضا في للمنتخب الكولومبي. إذن مستمعينا نذكر أيضا باللقاءات اللي راح تنطلق إن شاء الله عند 9، إيران والبرتغال، إسبانيا والمغرب عند 9 مساء. وضعية هذه المجموعة هي كالتالي: إسبانيا في المركز الأول ب4 نقاط وبنفس النقاط البرتغال والأهداف أيضا 4 نقاط، وإيران في المركز الثالث ب3 نقاط والمغرب بدون نقاط. إذن لا أي يعني المغرب خرجت تماما، إيران لها فرصة، البرتغال لها فرصة، أيضا إسبانيا لها فرصة، فمواجهات راح تكون مهمة جدا لجميع المنتخبات الثلاثة. مستمعينا بنروح الفاصل، وبعد الفاصل راجعين لكم إن شاء الله وراجعين مع اتصالاتكم على 011-268-4488. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج المونديال، وجد الترحيب بكم وذكركم بنتائج المباريات. مباراة منتخبنا أمام منتخب مصر، النتيجة 1-0 لمنتخب مصر حتى الدقيقة 35. أيضا بنفس الدقيقة أوروغواي تتقدم على روسيا بهدفين دون مقابل. ناخذ أول الاتصالات معانا ونقول ألو. هلا وهلا، مساء الخير عبد العزيز. يا هلا، مساء النور، حياك الله. تعرف عليك؟ الله يحييك. حياك الله يا منيفة، تفضلي. والله أتمنى إن شاء الله منتخبنا التوفيق إن شاء الله، رغم أن يعني المنتخب المصري جاب هدف، بس إن شاء الله أتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله إحنا وراك الأخضر وراك إن شاء الله. شكرا يا منيفة، يعطيك العافية. أيضا نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، يا هلا، نتعرف عليك. أبو حمدان من الصعيد. حياك الله أبو حمدان، تفضل. يا مباراة المنتخب، أجواء المنتخب مرة مرة سيئة صراحة جدا. المنتخب ماسك كرة، يلعب كرة بس ما يعرف يسجل. كرة القدم بالأهداف، هذا المنتخب. يعني المنتخب المصري بخلال هجمتين صراحة بغير المباراة، بس الحمد لله عدت المباراة. وفي نقطة بتكلم عليها بخصوص الحراس، دقيق، ما في منتخب بالمونديال كامل لعب 3 حراس في 3 مباريات، هذا دليل انه ما في استقرار فني داخل التشكيله. كلنا معك يا الاخضر، طبعا هذا شيء اساسي، احنا معنا مع الاخضر بكلمه ان شاء الله، والله يوفقه يا رب. امين ان شاء الله. شكرا جزيلا لك ابو حمدان. ايضا اذا مستمعنا اللي حاب شاركنا على 011-268-4488. ذكر لمن التحق بنا الان: منتخب مصر يتقدم على منتخبنا بهدف عن طريق محمد صلاح، وايضا منتخب اورغواي يتقدم على روسيا بهدفين دون مقابل سواريز ولاكسلت. ايضا معنا اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف عليك. خالد الغامدي معك. حياك الله يا خالد، تفضل. الله يسعدك. وش بقي الأخضر ما سويت فينا يعني؟ والله الصراحة أنها فشلة، والله صراحة يعني مو حق الاستهداد ولا حق الفلوس اللي اندفعت، ولا يعني ولا حق الإعلام اللي وقف معاهم. صرنا والله ما نعرف، ناس يقولون أنه مجاملات في الأخضر، وناس يقولون صرنا والله ما ندري. أنت وش تشوف؟ أنا أشوف إنه الدنيا فرصة يعني بكل شيء، لا تهيئة إدارية، أمور فنية بسيطة قاعدة تلعب بالأخضر. يعني صرنا محتارين والله، يعني ما نشارك، وإذا شاركنا تفشلنا. يعني إيش النهاية؟ نبغى خطة 4 سنوات كأس العالم الثاني على الأقل نقدر نرفع روسنا شوية صراحة. تمام، انت برايك انه يعني
وش اللي المفروض انه يسويه الاتحاد السعودي؟ انا برايي السبب الاول والاخير يعني اذا في رجل اشتغل ونجح معاك انت لازم يعني تكرم الشخص هذا وتقول له استمر وتدعمه. اكبر غلط اتخذناه ابعاد مارفل. هذا يعني الصراحه اللي يقول لك غير الكلام هذا اخوي ترى كلام جرايد صراحه. يعني انت شايف يعني كانك انت اختزلت المشكله في معرفك. ايش هو؟ اقول انت اختزلت المشكله يعني خليت كل المشكله في ابعاد معرفك. اول المشكله فنيه. طيب. ثاني المشكله انا ما ادري يعني انا ما اقدر اظلم احد بس يعني احنا نعرف لعيبه السعوديه يعني لما تيجي تلقى لاعب في الملعب اقل مستوى بكثير من لاعب ثاني يلعب اساسي ويمثل. يعني وفي لعيبه يعني صراحه يعني انا لو اقدر اذكر لك اسماء ما طلعت والله لو طلعوا اللي يلعبون احسن من اللي موجودين. مثل مين يعني مثل مين يعني بس بجيب لك لاعب واحد اللي هو الكويتي تبع الاتفاق هذا اللي قاعد يعني شفناه في الفتره الاخيره قاعد يعطي كل ما عنده ادمي يحرق نفسه في الملعب. بس هل هي المشكله هل هي المشكله انه في لاعب واحد ما انضم للمنتخب؟ هل هي المشكله انه واحد بس انا 11 لاعب انا اديك مثال بس يعني انه في ما ابغى اظلم احد بس انه في لعيبه قاعدين يلعبون اساسيين في المنتخب حرام انه يمثل المنتخب. طيب في ركله جزاء الان لمنتخبنا الوطني في الدقيقه 39 لمسه يد طبعا احتسبها حكم مباراه مباشره بس انا ودي على ما نشوف ركله الجزاء اللي احتسبت على احمد فتحي. خلينا نناقشك بحاجه بذكرك بحاجه يوم مونديال 98 او خلينا نبدا بمونديال 94 كان من يعني افضل اللاعبين واللي يمكن مساهمتهم كبيره في احراز كاس العالم كان روماريو في مونديال 98. روماريو كان جاهز انه يلعب لكن استبعده المدرب لاسباب عديده وحتى طلع روماريو وقتها وبكى وكان زعلان. لكن لما تجي تقول انه والله روماريو حرام انه ما يكون معانا في مونديال 98 يا البرازيل فاوكي انت روماريو موجود حقق مع كوبا امريكا وحقق معك كاس العالم 94 اذا روماريو مؤثر جدا. لكن انت كذا تضغط على الكويكبي لما تقول مثلا او اي لاعب اخر انه ما عمره لعب اصلا في مباراه رسميه في اي بطوله تقول هذا اللاعب لو كان موجود كان بيغير. لا ما أنا يعني أنا ما عنده ذيك الخبره ما عنده اوكي لو كان موجود ممكن يساهم لكن يغير صعبه. أنا بعطيك حتى عشان أوريك يعني إنه في تخبط فني في المنتخب. يعني خوينا اللي قبل شوية ذكر يعني معلومة ممكن ما مرت على أي منتخب شارك في المونديال إنه ثلاث مباريات يلعب بثلاثة حراس. ترى إحنا مشكلتنا تعرف إيش؟ إحنا مشكلتنا ترى يعني الإعلام يعني الإعلام والجمهور ترى يأثرون في القرار وهذا شيء واضح. طيب خلينا يعني بس احنا مع عشان ما نعلق المستمعين اللي قاعدين يسمعونا البلنتي انشات طبعا وشات فهد المولد وضيع صدها عصام الحضري وارتطمت بالقائم العلوي وضاعت على منتخبنا راحت ركنية الحين. اذا تستمر النتيجة 1-0 منتخبنا ضاع ركلة جزاء عن طريق فهد المولد تفضل. يعني عندك ها يعني التهيئة النفسية ترى يعني كل شيء والله العظيم لو أتكلم لك عن المنتخب أقول لك من كل شيء والله يعني لا من تهيئة نفسية ولا من يعني إحنا نبغى بالعكس نبغى نتطور نبغى نلعب نبغى منتخب بدون مجاملات نبغى نمثل وطن بس بالطريقة دي والله ما راح نوصل والله صراحة. طيب الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك عشان نتيح الفرصة للمستمعين شكرا جزيلا لك. أيضا نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام تعرف عليك. مساء الخير معك هدى الفهيش. حياك الله يا هدى تفضلي. يا هلا وسهلا. بصراحة أنا أشوف المباراة جدا المستوى أساسا هي مشكلتنا في الهجوم الآن شايفين ضربة الجزاء ضاعت لأنه ما في عندنا لاعب أساس يجيد الهجوم أو يجيد ضربات الجزاء جيد. إحنا عارفين فهد المولد لا يستطيع أنه يسجل الأهداف فهد المولد دائما نهاية الهجمة تضيع دائما بس فهد المولد هو اللي ينفذ ضربات الجزاء في الاتحاد ويسجل في الاتحاد تختلف الضغط هنا أكبر هي ضربة جزاء كذا ولا كذا يعني هنا في ضغط المنتخب في ضغط
في في مشاكل فنيه في احنا الى الان من بدايه. بس اخت هدى في ضغط لو هالمباراه بتاهلنا لدور 16، في ضغط لو اني انا واقف قدام يعني حارس اول مره واقف قدامه، لكن هو واقف قدام عصام الحضري، يعني يعرف عصام الحضري وعصام الحضري يعرف، وبالتالي بتكون النفسيه اسهل من اي وقت مضى. المباراه ما لها اي حسابات، وبالتالي يفترض انه ما فيها اي ضغط نفسي اصلا، ما لها اي حسابات، لكن اعلامنا او يخوف اعلامنا الى الان هو اعتقد تقريبا 70% من الضغط اللي على اللاعبين بسبب اعلامنا. اعلامنا لو سجل، لو لاعب سجل هدف حيرفع فوق، ولو لاعب ضيع هجمه حينزل الى اقل المستوى. احنا عندنا الاعلام ايضا هو شريك في هذا اللي قاعد يصير في المنتخب. احنا ما نقول كل الاعلام، لكن نقول 90% من اعلامنا شريك. 90% احنا شفنا اللي صاير بعد المباريات اللي صارت، شفنا اصبح التعاقد الاعلامي حسب الميول، اصبح هذا من النادي الفلاني والاخر من النادي الفلاني، واصبح النادي الفلاني هو السبب في خساره المنتخب والنادي الاخر هو المشكله وليش ما كان اللاعب الفلاني. فاعتقد هذا تاثر كثير على المنتخب. الله يعطيك العافية هدى، كلامك صحيح، أنا ما أتفق معك في هالنقطة، وإن كان لا يوجد لاعب يستحق أصلاً إنه يرفع إلى مين سوى سعيد العويران، لأنه هدفه في مرمى بلجيكا هو اللي أهلنا لدور 16. في خلاف ذلك، أوكي تاريخ، مثلاً كابتن سامي الجابر شارك في 4 مونديالات، سجل أهداف في 3، يستحق ذكر، يستحق الذكر. الآن لو يسجل واحد 6 أهداف مو 3 أهداف، في النهاية بيذكر في التاريخ، لكن هل هو أثر، هل هو ساعد المنتخب في شيء؟ لا طبعاً، لأنه فات الأوان. شكرا لك يا هدى، يعطيك العافية. أيضا ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام، حياك الله. مساء الخير، أهلا وسهلا. الورد، حياك الله. الله يبقيك يا رب. والله يا أخي كلنا مع الأخ صار، بس للأسف والله تمنينا أننا ما شاركنا كأس العالم. ليش؟ كله إحباط، كله ما في لاعب موهوب. خلنا نكون واقعيين يا جماعة الخير، والله ما في واحد موهوب، والله ما في لاعب موهوب. لا هو شوف، في 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 الموهبه موجوده، لكن في امور ثانيه. انا موهوب، انا لاعب موهوب، بس هل اقدر استوعب تكتيك المدرب؟ هل اقدر اطبقه في الملعب؟ هل عندي الخبره الكافيه اللي اوظفها في الملعب؟ لا لا هذا هو. اوكي عطني واحد، مين عطني واحد موهوب؟ لا في لاعبين موهوبين، عندك فهد مولد، سالم الدوسري، كله في لاعبين ما شاء الله. يعني حتى مورينيو نفسه، مدرب مورينيو البرتغالي، قال لما شاف مباراه المانيا قالوا انه عندكم لاعبين موهوبين يا السعوديه، بس في النهايه ما يخدمون المنتخب. اللاعب الموهوب الوحيد بالمملكه العربيه السعوديه العابد، غيره ما في موهوب. والله فقدنا فعلا بهالمونديال. الباقي كله اجتهادات. سالم الدوسري مع احترامي له، فهد مولد من سرعتهم يطلع الكوره يا جماعه، والله العظيم. ها اللاعب بكر مو برجلين. صحيح صحيح، اتفق معك، وهذا الكلام احنا حتى امس بـ 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 يعني تكلمنا فيه حول موضوع اللاعب كيف يوظف امكانياته، كيف يخدم، كيف يعني يعيش حياته الاحترافيه ويبذل جهد، خاصه اذا تعرض للصعوبات مثل اللاعبين العالميين واللاعبين الكبار اللي نشوفهم في ارضيه الملعب تعرضوا لصعوبات كبيره وظهروا. انت مو لازم انك تتعرض للصعوبات يا اخي، حياتك سهله، المفروض انك تبدع اكثر منه، ومع ذلك ما قاعدين نشوف الشيء هذا. عموما اسامه حوساوي احترامي له، تاريخه المفروض ما يلعب يا جماعه الخير. والله عاد هذه اي عاد هذه هنا احنا يعني في النهايه نعطي راي فيها، رايك نحترمه. انت تقول المفروض اسامه ما يلعب، غيرك يقول المفروض انه يلعب، في ناس يقولون لا المفروض عمر، ومثلا البليهي ومعتز البليهي ومعتز عمر، يعني امور كثيره نختلف فيها حول التشكيله، لكن في النهايه القرار عند المدرب. شكرا جزيلا لك عزيزي، عشان عندنا فاصل بس، انا اعتذر منك واعتذر من المستمعين. اللي حاب شاركنا بعد الفاصل على 011-268-4488، فاصل قصير مستمعينا، وراجعين بعد الفاصل معاكم. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا
يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج المونديال على طول معاكم. احتسب بلنتي ثاني لمنتخبنا الوطني لفهد المولد. الحكم احتسب البلنتي في البداية وبعدين طلب تقنية الفيديو أو تم التواصل مع تقنية الفار الفيديو. حتى الآن يمكن ترى من يوم ما طلعت لكم فاصل وحتى الحين القرار لم يتخذ. الحكم اضطر أنه الآن يروح يشوف بنفسه في الشاشة وما زال قاعد يشوف وننتظر قراره. صراحة طول كثير, كان الوقت الضايع 3 دقائق والبلنتي احتسب في قبل نهاية المباراة بدقيقة ونص أو قبل نهاية الشوط بدقيقة ونص تقريبا. ما زلنا في الانتظار. الحكم الآن عاد إلى أرضية الملعب من جديد وحسب البلنتي, يبدو ركلة جزاء بالفعل لمنتخبنا ومنح أيضا بطاقة صفراء لاعب المنتخب المصري اللي تسبب بركلة الجزاء. إذن بعد مداولات وشد وجذب حول موضوع ركلة الجزاء أخيرا احتسبها الحكم. يعني في البداية هو احتسبها وبعدين تقنية الفيديو أعطوه كذا رأي يمكن ما اقتنع فيه, راح بنفسه شاف بالشاشة والموضوع هذا كله أخذ يمكن 5 دقائق. الآن سلمان الفرج يتقدم لركلة الجزاء في مواجهة عصام الحضري. طبعا سبقها لمن يتحق بنا الآن, سبقها ركلة جزاء وضيعها فهد المولد, صدها عصام الحضري ضربت فوق في العارضة وطلعت برا بعد تدخل الدفاع إلى الركلة الركنية. الآن سلمان الفرج, بالتوفيق لسلمان, نقول إن شاء الله جول, نقول إن شاء الله جول, وبانتظار سلمان يتقدم للتسديد وهدف, هدف لمنتخبنا. إذن هدف التعادل لمنتخبنا أخيرا, أول أهداف منتخبنا في المونديال عن طريق سلمان الفرج في من ركلة جزاء. إذن الهدف سجل في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع وتم احتساب هذا الوقت بسبب تقنية الفيديو اللي تأخر فيها اتخاذ قرار ركلة الجزاء الثانية لمنتخبنا في هذا المونديال. سلمان الفرج وضع عصام الحضري في الزاوية وسجل في الزاوية الأخرى. إذن هدف التعادل لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب المصري قبل نهاية شوط المباراة الأول. النتيجة الآن 1-1 بين منتخبنا الوطني والمنتخب المصري, بينما الأورغواي أنهت الشوط الأول بتقدم بهدفين مقابل لا شيء عن طريق لاكسلت و أيضا سواريز اللي افتتح تسجيل من كرة ثابتة جميلة. نرجع معكم ومع اتصالاتكم وناخذ أول اتصال معنا بعد الفاصل ونقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله, تعرف عليك خير يا كباتنا. يا أهلا وسهلا معكم عرار أبو شنة من جيزان. أنا زعلان من المنتخب يا أخي. طيب أرضوك الحين بهدف, يعني ها ما يستاهلون الرضا شوي, يعني لو 10 دقائق حالتنا راحت. إنما والله أتمنى لهم التوفيق المتخلق. لكن إيش أسوي؟ أنا أوجه رسالة في تركيا على الشيخ, أقول ارحل وأعطي فرصة لغيرك وانتهى الكلام. طيب يعطيك العافية, رأيك نحترمه جدا. وخلينا ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام, تفضل من معنا؟ عبد العزيز الثقفي معك. حياك الله عبد العزيز, بشكل سريع تفضل لأنه ما بقالي إلا دقيقة. بصراحة الهدف هذا يعتبر ان احنا اخذنا كاس العالم صراحة. أنا لا لا والله, لا لا, والله لا, يعني هذا الحفظ مع الوجه بس. لا والله بالعكس, هذا جابوا هدف كاس العالم, هذا يعتبر انهم جابوا كاس العالم صراحة. لأن بصراحة منتخب واندية وفريق والله حرام يكون هذا منتخب مشرف للمملكة العربية السعودية. والله هذا يعني معك حق عبد العزيز, لكن شو نسوي وشو نقول؟ يعني في النهاية هذا منتخبنا ولازم نقف معه في السراء والضراء. يعني ما يعني منتخبنا ما أمس مهزومين 6, سجلوا 1 يا شيخ, فرحتهم وكأنهم محققين بطولة. لكن ما نقارن أنفسنا منتخب بنما, بالتأكيد منتخبنا له بطولات قارية ولو مشاركات مونديالية كبيرة, يفترض أن يطلع يظهر بأفضل من هذا المستوى. تقارن منتخب بنما منتخب السعودي إمكانيات المنتخب السعودي؟ طب أنا قلت لك ما قارن. أنا ما قلت لك ما قارن. طيب ورفاهيات اللاعبين السعوديين لا تقارن الشيء هذا. ما قارن. أنا قلت لك ما أقارن. أنا عطيتك مثال, قلت لك إنه منتخب بنما أمس مهزوم 6 وسجل هدف وفرحه, لكن إحنا ما نقارن أنفسنا بمنتخب بنما لأنه منتخبنا عنده بطولات قارية آسيوية, عنده مشاركات مونديالية. هذا الكلام اللي قلته قبل شوي قاعد أعيده عليك يا عبد العزيز.
معك حق، بس امكانيات اللاعبين هذا باللاعبين السعوديين فرق كبير. عبد العزيز رفيع رفاهيه عاليه جدا، وهذا انعكاس الرفاهيه لما يقدمونه في كاس العالم. معك كل الحق يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. وصلنا للختام، فقط للتذكير انتهى شوط المباراه الاول بتقدم منتخب الاورغواي على منتخب روسيا بهدفين دون مقابل، ومنتخبنا الوطني مع المنتخب المصري التعادل 1-1، سجلها محمد صلاح لمنتخب مصر، ومنتخبنا الوطني سجل عن طريق ركله الجزاء بواسطه سلمان الفرج. بالتوفيق لمنتخبنا. وصلنا للختام، تقبل تحياتي انا عبد العزيز سلوم، القاكم على خير.